السلام عليكم، برحب بكم في قناة الجيل القوي، والنهاردة الحلقة 10 بعنوان كيف تكون قويا في حياتك؟ ازاي تكون قوي في حياتك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني أنا عايز أقول الصبر، الصبر رقم واحد، الصبر في حياتنا. اتنين، التفاؤل، لازم يكون عندك تفاؤل. صبر، تفاؤل، يعني ابعدوا عن العصبية. انا عايز اقول كده موقف صغير جدا. من حوالي 3 شهور كنت قاعد لوحدي في البيت، بما ان اللي انا مدرس بحب اجهز دروسي لليوم التاني للطلاب. قاعد لوحدي في البيت، ما كانش حد خالص معايا. بتاع الزباله اللي هو عامل النظافه كان بيرن عشان ياخد الزباله من البيت. طبعا لما انا مثلا بجهز الدروس وكده بكون مركز جدا جدا في شغلي. بتاع عامل النظافه رن، رحت خدت الزباله وخدت الباب ورايا، والمفتاح كان في الباب. وبعد كده جيت ادت الزباله اللي عمل النظافه، وانا راجع جاي افتح الباب لقيت الباب مقفول. طيب اعمل ايه بقى في الوقت ده؟ افتكرت على طول لو انا عصبي مش هعرف احل المشكله ديت، لازم اهم حاجه اخد كل حاجه بسهوله، كل حاجه بسهوله. قلت لنفسي: يا علي اهدى كده. والله بعدت خالص عن العصبيه خالص، وفي اللحظه ديت جات لي فكرة بسيطة جدا 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 عمرها ما كانت تجيلي لو انا كنت عصبي. طيب ايه يعني، فتحت ولا ما فتحتش الباب؟ من اقل يعني حوالي 15 دقيقة بالظبط كنت جوه البيت من غير ما اكسر الباب، من غير ما اكلم النجار، من غير ما يعني ما اتصل باي حد ولا محتاج اي مساعدة اي حد. فكرة بسيطة جدا جدا جات لي. يعني انا عايز اقوله الحياة ديت اللي احنا عايشينها فيها مشاكل. يعني سيدنا علي بن ابي طالب قال: يوم ليك ويوم عليك. علشان كده اعرف، لازم تعرف وتعود نفسك على كده. يعني يوم بنكون مبسوطين ويوم يكون عندنا مشاكل. اليوم اللي تكون فيه مبسوط ماشي افرح واتبسط وكل حاجة، بس اليوم اللي يكون عندك فيه مشاكل اصبر، عشان هي دي قاعدة الدنيا، يوم ليك ويوم عليك. طيب مثلا دلوقتي لو انا عندي مشكلة واتنرفزت قوي، النرفزة هتجيب نتيجة؟ لا بالعكس، عملوا ابحاث على الناس يعني العصبيين، اياك تكون عصبي. دلوقتي مثلا لو انا عندي مشكلة كبيرة، خسرت 100,000 جنيه، مليون جنيه في اي مشروع، وتعصبت قوي، ايه اللي هيحصل؟ وخدت المشكلة دي على اعصابي، هيجيلي الضغط، هيجيلي السكر، ممكن اموت فيها، هيجي لي ازمه قلبيه. طيب ايه الحل في حاجه زي كده؟ اقول الحمد لله واصبر واكون راضي. لاي مشكله حصلت لي اكون راضي واصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير. عشان كده سلم امرك لله، امشي في الدنيا ديت. والله ولو في اي مشكله حصلت لك خلاص الحمد لله يا رب انا راضي راضي، وتلاقي ربنا يعني هيبدلك خير وهيكرمك. عشان كده انا قبل ما اخلص الحلقه ديت حاجتين تركزوا عليها: الصبر، كن صبور، ان الله مع الصابرين، وما تكونش عصبي، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كن كده قلبك جميل راضي بكل حاجه يا رب. قول يا رب اي حاجه تحصل لي انا راضي. وربنا لما بيشوفك كده وبيختبرك، والله هقول لك يا بختك، بتلاقي ربنا هيكافئك وهيعوضك كتير جدا جدا. انا اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة ديت، وما تنسوش تشتركوا في قناة الجيل القوي على الرابط الموجود تحت، وتدوسوا لايك على صفحتنا في الفيسبوك قناة الجيل القوي. علي جمال مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاجر واسيبك لسه صبية ونيلك حزين، ولسه لبكرة مليك الحنين، أسيبك لمين؟